مصادر صحفية بريطانية إن رئيسة الوزراء تريزا ماي قد تعلن استقالتها من رئاسة الحكومة يوم غد الجمعة. فبحسب أحد الصحف البريطانية تحديدا تايمز، فإن رئيسة الوزراء قد تعلن عن استقالتها على إثر التمرد الحكومي على خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وكانت ماي أعلنت الثلاثاء الماضي أنها تعتزم تقديم اقتراح جديد للبرلمان بشأن البريكسيت يتضمن التصويت على إجراء استفتاء ثاني.